فلوس لا راتب لا غير، لا عندي ورث، ما عندي أي شيء، بس عندي الله. تعبر هذه المواطنة عن حزنها الشديد بعد الاستيلاء على أرضها من قبل من سمتهم بالمتجاوزين، قالوا إنهم أصحاب هذه الأراضي. في مقاطعة 16/4 بمنطقة الدورة قرارة جنوبي بغداد، تطفو على السطح واحدة من قصص الفوضى وفشل إدارة الدولة في العراق. المشتكي والمشتكى عليه كلاهما يقول إنه صاحب الأرض، ولدى كل منهما أوراق أصولية، لكن الفيصل في مثل هكذا قضايا هو الطرف الأقوى نفوذاً وليس القانون ولا قوة إنفاذه. المفارقة هنا إن الطرف الأضعف هم ضباط ومنتسبو الأجهزة الأمنية الذين يناشدون الجهات المعنية بالتدخل، والأخيرة لم تحرك ساكناً بحسب المشتكين. الراجع البلدية، راجعنا النواب، راجعنا المحاكم، يعني لحد الآن ما وصلنا إلى نتيجة. أريد لنا نتيجة حتى نكون مطمئنين، من ما اطمئننا الأبد نهائي لحد هاي اللحظة، ماكو اطمئنان. نجي نريد نشوف قاعنا، يعني مثل عبالك حرامية، شلون الحرامي بايق لبوقه وهي قاعنا، قعدنا وياهم وردنا نتفاهم وياهم ما وصلنا نتيجة. يقول احنا صاحبين السند وهذا سندكم كلك، هذا ما يمشي. جت نريد أراضينا، نريد نستمتع بأراضينا اللي مشتريها اللي مستلمها، لقينا متجاوزين عليها، من صار الفرز صار على جزء من عندها وجزء عليها متجاوزين، ظل مثل ما هو. والحد الآن نريد أحد يطلع لنا حقنا، نريد أراضينا، ما حد جاي يطلع لنا. الوضع في منطقة الدورة قرارة محتق لدرجة أن المطالبين بأرضهم كادوا أن يدخلوا بمشادة مع أولئك القاطنين على أراضي المشتكين. موجودين عمي، موجودين شنو من 2014؟ الناس كلها كانت حرب ودنيا وداعش. داعش عمي، كلها ضباط شهداء ومنتسبين. زين؟ هنا مجال، روح الله وياك، روح. هاك شوف أنا جاي أحكي وياك، هم يهدون علينا. يهدون علينا. زين؟ ناس عندنا سندات رسمية عمي صادرة من العقاري مال الدورة. وبحسب المشتكين فإن نحو نصف أراضي منطقة الدورة قرارة تم فرجها أصوليا ويملك أصحابها أوراقا رسمية، لكن من دون جدوى، كما أن محاولات القوات الحكومية فرض القانون في هذه المنطقة منذ عام 2021 انتهت بالفشل.